سيرة حياة الشهيد أحمد مجيد. أبصر شهيدنا أحمد مجيد النور عام 1990 في بغداد، تربى على الصفات الحميدة والخلق السامي، أكمل دراسته الابتدائية ومتزوج ولديه ولد واحد أسماه هاشم. لم تمنحه مزاولة عمله كنجار أو حياته الزوجية أو ولده الوحيد من تلبية نداء المرجعية وفتواها المقدسة لدرء الفتنة السوداء التي جاء بها داعش التكفيري لهدم القيم والأخلاق وتشويه المجتمع، فهب مسرعا لنداء الوطن والعقيدة، فشارك ببسالة معهودة في معارك جرف النصر مع رفاقه الأبطال، وقد قتل عددا كبيرا من الدواعش حتى نفدت ذخيرته، فبغته العدو الغادر برصاصة داعشية خبيثة لتنقله إلى الفردوس مع الصديقين والشهداء، رحمة الله على روحه الطاهرة. أيها الشهداء سلام عليكم.